مسؤول في كلام مسؤول نحكيه على وكالة التعاون الفني مع مدير إدارة انتداب المتعاونين بالوكالة التونسية للتعاون الفني سي عماد عبد النور. أهلا وسهلا ومرحبا بك سي عماد. مرحبا بك أختي ومرحبا بالسادة المستمعين. مشكورة جدا، عيدك مبروك. الموضوع متاعنا اليوم يهم الخطط الوظيفية اللي ممكن تعرضها وكالة التعاون الفني للناس اللي تحب تواصل مسيرتها خارج حدود الوطن. نحكيه على أيام كيبيك ولا بصفة عامة كيفاش باش يكونوا أهم الخطط الوظيفية المطروحة من قبل وكالة التعاون الفني؟ أما الخطط الوظيفية بصفة عامة المطلوبين هم توا في السنوات الأخيرة هذوما الأغلبية في الصحة، توسكي يهم ليتا شبه الطبي والطبي، وفي التعليم كالعادة هذوما القطاعين الزوز اللي يطلبوا الأكثر، وفما قطاعات أخرى توسكي حرف توا ولات مطلوبة في أوروبا وفي كندا بصفة خاصة. الحرف الكل يعني ميكانيك، كهرباء، إلكترونيك، بناء، انفورماتيك زاد مطلوب برشا بصفه خاصه، يعني تو توسكي يهم تقنيه المعلومات والاتصال. يعني تقريبا الفندقه زاد المطعم الخدمات هذم كل تقريبا مطلوبين بصفه خاصه في الفتره الاخيره. هذوما اهم الاختصاصات المطلوبه. هذوما اهم الاختصاصات. ما احنا تو في الوكاله عندنا تو عرض من سلطنة عمان وزارة التربية، هبطنا الليان الرابط الإلكتروني اللي يدخلوا عليه يسجلوا. المفروض يعني الأسبوع الجاي يجينا اللجنة باش تقوم بالانتدابات، يعني نجموا يدخلوا معناتها الإطار التدريسي باش يدخل يسجل. عندنا في هونتر سيفا عندنا معناتها عرض كبير من كندا في شهر أوت، يهم العديد من التخصصات ممكن يشاركوا فيها بين شركة كندية. تخصصات يعني مختلفة، صناعية وإدارية وفندقية وكل يعني تقريبا. تقنية المعلومات بطبيعة الحال هذه ديما مطلوبة، والاتصال حتى في التمريض، في التدريس إن شاء الله، في البناء، في المطاعم، في الخدمات بصفة عامة، قطاعات المهن الحرة معناتها كيما كالعادة يعني اللحام والإلكتروميكانيك والنجارة والألمنيوم هذوك كل الخشب، يعني كل موجود. هذوما أهم الاختصاصات. هذوما يكونوا في أوت إن شاء الله نهبط رابط جوني كيبيك تونيزي باش تنتظم إن شاء الله في شهر أكتوبر، لكن بالنسبة للترشحات تكون في آخر أوت إن شاء الله. إذا هذوما أيام كيبيك باش يكونوا في شهر أوت، هذوما أهم الاختصاصات. هذوما الترشحات تكون في شهر أوت، لكن إن شاء الله تنظيم الاختبارات والمقابلات مع المترشحين تكون في شهر أكتوبر. في شهر أكتوبر تكون تنظيم الاختبارات مع الممثلي الشركات، وذوما أهم الاختصاصات. اليوم خلينا كنا نقول شكون أهم البلدان اللي هي وجهة أكثر معناتها للتوانسة. التوانسة يعني احنا الشريك التقليدي نتاعنا هو دول الخليج اللي تحتضن تقريبا 60% من المتعاونين التوانسة في الوقت الحاضر، لكن فما توزيع جغرافي بدا يختلف، دخلت يعني اوروبا ودخلت يعني امريكا الشماليه كندا بصفه خاصه بقوه. في السنه اللي فاتت مثلا قاو السعوديه وكندا وفرنسا في المراتب الاولى في الانتدابات، ومعاهم المانيا زاده. السنه هذه نتوقع نفس الشيء، نتوقع يعني تكون كندا، المانيا، فرنسا، هذوما الدول اللي باش تكون في الصداره من ناحيه الانتدابات. الدول كما فرنسا تشرك في كل القطاعات تقريبا يعني بدون استثناء. بالنسبه لالمانيا خاصه اللي طارت شبه طبيه، ايطاليا زاده داخله بقوه، ممكن يعني اثنين نوصلوا حتى 200 و300 انتداب في طارت شبه طبيه. وبطبيعة الحال كندا نعتبرها يعني في السنوات الأخيرة هي الدولة اللي قاعدة تستقطب بصفة خاصة يعني جدا الكوادر التونسية، والأعداد يعني من عام لعام تكبر، وخاصة إنه كندا يعني خصوصية متاحة إنها تاخذ في كل المجالات. يعني إحنا خريجي خاصة مراكز تكوين مهني عندهم حظوظ كبيره باش يخدموا في كندا، لانه المهنه اللي قلت لك عليها يعني توسكي يهم البناء، التشييد، الميكانيك، الكهرباء، الصيانه الصناعيه، كل هذوم المهن هذوم مطلوبين
برشا في كندا، وحتى المطاعم والفندقة يعني حتى الكونتابيليتي زاد فما طلبات. توا زاد ولينا في التدريس، عملنا في آخر مهمة بتاعنا مع كندا في شهر أبريل طلب مدرسين، وإن شاء الله حتى في أكتوبر باش يطلبوا مدرسين. الصحة زادة يعني خذوا من عنا من 3 سنين وتوا قاعدين يرجعوا ياخذوا والعدد يمشي ويكبر. حقيقة طلباتهم متنوعة وكبيرة. بطبيعة الحال دول الخليج تبقى ديما يعني شريك هام لتونس في استقطاب الكفاءات، وشريك الوكالة التعاون الفني، وزارة التربية في دول الخليج، وزارة الصحة، الشركات الخاصة، ومؤسسات برشا مؤسسات خاصة يعني صارت يعني بصفة منتظمة تنتدب من تونس. وهذا دليل على انه الكفاءات التونسية معناتها بينت قدرتها وبينت كفاءتها في العمل وفي الانضباط. وسي عماد، انواع العقود ربما ديما اللي تكون مطروحة؟ العقود هي بصفة عامة عقود يعني محددة في الأجل، هذو في دول الخليج يعني يكون عقد بسنتين يجدد تلقائيا إذا كان ما عبرش أحد الطرفين على إنهاء العقد. يعني العقد يكون ديما يتجدد إذا كان عبر أحد الطرفين على إنهاء، وقبل يعني فما مدة قبل 3 شهور الإعلام ولا قبل بشهرين. وفي كندا وفي دول الأخرى يعني عقود هذيك نفس الشيء تكون يعني غير محددة إلى حد إنه أحد الأطراف يعني يعمل مشغل، وإلا العامل يقول راني ما نحبش نرغب في تجديد العقد. هذوما أنواع العقود. بطبيعة ديما الوكالة تكون في متابعة لأهم العقود اللي تبرم. فما احنا الوكالة التعاون الفني ما تخدمش كان ما عندهاش مهمة توظيف الكفاءات البرا فقط، يعني عن مهمة توظيف الكفاءات المؤسسية ذاتا يعني وتبادل الخبرات والدعم الفني والمساندة للدول الشقيقة والصديقة، يعني في إطار تبادل الخبرات مع الدول هذه وفي إطار الدعم الفني. يعني مثلا في افريقيا عندنا مشاريع، عندنا خبراء يمشيوا مدة جماعتين، ينجم يكون في مدة شهر، يعني فما عقود اللي تكون مدة قصيرة ومحدودة وتكون يعني في مهمة خبرة، يمشي مهمة خبرة ودراسات، يمشيوا بعض الخبراء التوانسة اللي ما يقعدوش يعني برشا يعني فقط هي مدة لاكتساب خبرة معينة ينجم بعد يفيد بها معناتها هو المتنى. هو بالعكس هو يمشي يعطي خبرته في تبادل الخبرات، يعني يمشي لأنه عنده كفاءة كبيرة وعنده احنا خبراء هذوما يمشيوا في إطار يقوموا بدراسات ولا يقوموا بمهمات نتاع تدريب لإطارات أجنبية في الدول هذه. يعني فما مهمات أخرى بخلاف أنه واحد يمشي يعمل عقد توظيف على أمد طويل. فما مهمات قصيرة المدى يقوموا بها الخبراء، قلت لك تقوم بها مؤسسات أصلا، مؤسسات تونسية اللي عندها خبرة في بعض المجالات تقوم معناتها مساندة بعض الدول مثلا باش نعملوا مثلا بايمون ليني ولا بايمون بالموبايل مثلا في بعض الدول، عملته تونس، عملته مثلا البوسطة التونسية، في إطار تعليم اللغة العربية مثلا في بعض الدول غير الناطقة باللغة العربية. هذا مشروع قوموا به زاد بعض الخبراء نتاعنا، يكون هذا يعني التدريب يكون يعني حضوري وإلا عن بعد. فما عدة مهنات من نوع هذا. واضح هذوما أهم الخدمات المقدمة من قبل وكالة التونسية للتعاون الفني. مشكور جدا سي عماد عبد النور، مشكور على التدخل معنا، على كل هذه التوضيحات، على الحاجات الجديدة اللي مديتنا بها فيما يتعلق بالوكالة التونسية للتعاون الفني. الحوار كامل تلقاوه على قناة يوتيوب إكسبريس اف ام. مشكور جدا مرة أخرى مدير إدارة انتداب المتعاونين بالوكالة التونسية للتعاون الفني على كل هذه التوضيحات. احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى لنصف النهار، نرجعوا لكم بعد